السلام عليكم، بنقول لكم كل عام وانتم بخير، واهلا وسهلا بكم بالفصل الاول ل 2020 2021، وبنتمنى لكم تكونوا في سلامة والكل في احسن حال. بنبدا معكم هذا الفصل بظروف صعبة بمر فيها قطاع غزة ككل. بنلاحظ انه الكل قاعد في بيته وبمر بظروف مش طبيعية. الظروف هذه يعني اللي محجوز في بيته، واللي بعض منا مصاب وبعض منا ان شاء الله بظل سليم. على اي حال احنا بنقول كل عام وانتم بخير، وبنتمنى لكم فصل دراسي موفق، وبندعو لكم تظلوا بالسلامة. هذا الفصل الاول احنا حابين انه ندلكم على بعض الطرق اللي ممكن تساعدكم خلال هذه الفترة. من الأمور اللي احنا بنحبكم تعملوها انه حاول قدر المستطاع انك تعمل يومك الدراسي مثل ايام الجامعة الوجاهية. يعني بدي احافظ على دوام كامل، يعني لو عندي 4 محاضرات في اليوم فانا بدي احضر ال4 محاضرات بشكل عام. لو ما بدي اتبع اول باول، وإذا في عندي واجبات خلال هالفصل هاي بدي أقوم أبدأ بالواجبات أول بأول. من الشغلات الإيجابية اللي بنحكي فيها، حاولوا تكونوا مجموعات وتشتغلوا مع بعض. ليش هذه؟ المجموعات هي عبارة عن مجموعات دعم. يعني لو أنت في يوم من الأيام مش حاسس إنك بدك تدرس، بتلاحظ إنه المجموعة هاي لما تحط وقت معين تلتقوا فيها، هذه بتساعدكم في عملية الدراسة. هذه من الأمور الإيجابية اللي حاولوا تشتغلوا عليها. أنا في المساقات حطلب منكم تكوين هذه المجموعات، ويمكن حتى الواجبات أقول لكم سلم الواجب كمجموعة من باب التحفيز لهذه الأمور. الآن من المشاكل اللي بتواجهنا دائما في قطاع غزة مشكلة الكهرباء ومشكلة النت، فإحنا بنحاول دائما نكون هذه مجهزين حالنا إلها. ووقت ما تيجي عندك الكهرباء أو تيجي النت، بتقدر تباشر في تسليم واجباتك وعمل أي شيء. بس أهم شيء إحنا كل الأمور اللي بتلزمك هتلاقيها موجودة على صفحة المودل. دايما فعل صفحة المودل وخليكوا بانتظام عليها، كل الأخبار هتلاقيها وكل المواد وكل الواجبات على المودل. إحنا هنعملكوا الترتيب التالي. هيكون عندك حاليا موجود السيلبس تبعت المساق، وهنتكلم معكم كمان شوية عنها. موجود التكست بوك تبع المساق، وحننزل لكم المحاضرات اسبوع باسبوع. يعني كل اسبوع نقسم المحاضرات، حنقسمها على سمول سيجمنتس. الباوربوينت فايل حتلاقوه كامل، بس الفيديو حنقسم لكم اياه على سيجمنت بسيطة على أساس تتبعوا معنا في هذا المجال. برضو من الشغلات اللي حتلاقيها، حتلاقي صفحة المودل مقسمة للنوت بوكس، حتلاقيها مقسمة للفيديو سيجمنتس، حتلاقي الهوم وورك، حتلاقي الكويزز، حتلاقي الاديشنال ريسورسز موجودة عندك. ولو في امتحانات سابقة حنحط لكم إياها تساعدكم للدراسة وقت الامتحانات. بشكل عام احنا متواجدين معكم على طول، فاذا عندكم اي استفسار اي شيء ابعتوا. المودل من افضل الطرق اللي من خلال تجربة الفصل اللي فات كانت عملية جدا في نتواصل مع بعض. في مجموعة موجودة لكم على الفيسبوك اللي هي لطلاب القسم، وفي مجموعة تانية لطالبات القسم. لو في اي شيء يعني لاحظت انه ما تجاوبش عليك بعد المودل، بتقدر تتواصل عنه بهذه الطريقة، أو بتقدر تبعث بريد إلكتروني. الطريقة اللي هنستخدمها لهذا الفصل، حنكون احنا متواجدين معكم أسبوعيا. في عندنا محاضرة لايف هي بشكل مباشر بنبتها، وهذه بتقدر يعني حتكون مسجلة للناس اللي بتقدرش تتواصل تكون معنا. وفي عندي أسبوعيا أوفيس أورز، 3 ساعات أوفيس أورز خلال الأسبوع حنكون متواجدين فيها كمدرسين. فهذه من الأمور اللي يعني بنحاول نوفر لكم دعم، بيختلف عن الفصل اللي فات من هذه الناحية. يعني في لقاء أسبوعي وفي أوفيس أورز. الآن
ايش معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام برضو انه لازم يكون لكم حضور اسبوعي، يعني احنا بنتبع المودل وقديش كم مرة دخلت وقديش قضيت على المودل. لهذا السبب بدنا اياكم تحضروا بشكل مباشر وبدنا اياكم تكونوا معنا، فاحنا بنتبع معكم اول باول في هذا المجال. بشكل عام نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم انه تكونوا معنا على طول في هذا المجال، وكل عام وانتم بخير. والجزئية الثانية حنتكلم على عن السيلبس في هذا المجال، ويعطيكم العافية. السلام عليكم.